اسمي بدريات محمد، بدرية محمد، وزيد فيتنس، زيد عام 34، ويسكن هنا في دوار مقال. هذه ممكن يكون نقولها دوار مقال، كانت محطوطة هكذا في عندنا، وعشت هنا حتى حتى لحد الآن. رجينا المعركة كي جاو في الليل هنا هذا الناس. شوية الصوت تاعك زيد. كي جا الجيش هذا في الشرق مال المغربي هنا يوتليم. هنا في ذاك الوقت ذيك اللجنة تاعنا واش تقولنا؟ تقولنا روح تعس، فاهم؟ احنا شايفين، تقولنا روح تعس. احنا روحنا في الليل اللي عس، في الليل عس، واللي قعد النهار قعد النهار. انا عبدي بالله قعدت النهار عشيت في الليل ذيك الليل. كي يمكن الجيش راهي انا ما كنتش عند الدخل عندهم، انا عساس على منو من. كي ولات العسكري يجي اذننا، احنا ناذنوا، كي ناذنوا تربح، ما تعرفني ما نعرفك، سلك راسك. المهم سلك راسك. بعد اللي دارت المعركة وطالت ما نقولكش 40 دقيقة 60 دقيقة، ما عنديش الساعة في ذاك الوقت، ما عنديش الساعة. بعد بدا الجيش يفوت، بدا يخرج، خرجوا لواحد البلاصة نقولوا لها حاجة تلقط حاجة، قبضوا الشيء فم شرخو الشيء جو فيتي كيما نقولوا تحت هكا شويه، راحوا مساكين يهودوا هنا. انا كنت مقابلهم عيطت، قلت لهم رجعوا للغابه لكم، راح تمر قروطه، رجعوا للغابه ومرقوا فوق القوسي منور هذا تاع الساعه 8. النص اللي راح انقطع غاد راح، والنص هذاك احنا قلتوا في معدهم، كنا احنا مقابل في الوطن. بعد اللي جاو طيائر ما كل واحد دار وين يسلك راسه، خاطر الطيارة ما خرجش الزغل. دير بيت انا في الحدود الواحد الفايجة، ممكن بغيت نقبض واحد الطريق ونمرق واحد الخريطة، طحت في الوادي ذاك الوادي في الطريق خشة كيما هذي هاك، الطيارة ركبت عليا خشيت هنا انا ما عنديش وزغ. هذي فات زادت الاخرى خاطر واحدة راح وحدها جاية ما تخلوكش تزغل، فات فيك دخلت تقعد. كي قالت كاين واحد الركزة بعد 20 متر بيني وبين، كان واحد الركزة البلندي خرج علي بكدي، خرج علي البلندي ما عنديش منه. أنا زعما روحت بغيت نزوزح ما زوزحت، جا واحد الجذرة هب قلعوا فيها بواحد لا نزلوا هما ستة نزلوا في ستة. أنا واش درت؟ نقول لك ربي ربي صح صح، ولا عطاتني اللي احنا الشعب وما عطاوناش فينا القيم. كون كان عندي سلاح انا غير قرونات كنت نضربهم بها، وانا انا مش حوس العيش، بصح كان عندي غير قرونات كنت نضربهم بها، بقرونات تقديرهم كلش. لكن هي للاسف كي جا فايت والله لا دمر عليا شقلت وقال هذا في الجيش. تمينا خارجين دار الليل، خرجنا لقيت بواز الجندي ثم مضر وراك رايح سيبو رايح ديريكت عند، قال لي وانا كنا احنا واحد 13 نمشيو في رحبه وانا نمشي من قدام، قالوا ما نعرفوش الطريق، نبدا ذا جبل ما تعرفش الطريق. هيا هو خرج هكا دار السلاح هكا خرج من وسط الكروشه، قال شكون؟ انا قلت شكون؟ انا نقول شكون هو يقول لي شكون؟ قال لي انا جندي، قلت له خرج بالقبال وشوف الصغار عطاو الريح الكريم، انا عاد بالي راه مورايا طايحين سبت راهم قاعدين ورايا ومزرعة عطاو الريح الكريم. كي خرج كاين عندهم واحد الطرفة يديروها هنا ديك الطرفة اللي مش عارف في تاشوبيا ولا علامة ولا هذا من تشرقة، يقولوا ساقد وعطوا الإنسان مش طول على كلمة هكذا. هي روحنا في الليل أنا وياه نروح للنصاب سنف ما في ليت الخميس سنف صباح الدهم فينا العسكر، هو مسكين ما يعرفش قال لا، وكانوا يوقفونا كان هو وحده كان يوقفوه، بس انا نعرف شوية انا الهدرة كي يعيط ويقول له واش تدير واش كذا العسكر، ونقول له احنا لقينا في واحد البلاصة وجبنا واحد اللي يشري معايا صغير كلينا تحبة حلو، وما وصلوا عندنا في القمح طرف القمح وصلوا صابوا لكراطة، قال لهم مولي طلع كان مقابلنا اللي في لكراطة مقابلنا بالبلند، قالوا مولي طلع، قال له وي، قال له افيك تروا بلاص تيمون جي تيم بوم بوم تروا بوم،
كل شيء بنقول لك حاجه قالوا تصبوا طريقه على الاولى والثانيه صبوا ورقة حلوه لما رزقناها جوال اذا تحبت حلوه لي مربي لي الاولى اذا ما راس حبه حلوه فهي هو الحل كيف قلت هي اضطر لها زيد وصبح طلع ضربه وما قال له هذاك اللي يطلع يقول لي غالي قال له حوش مليح حوش مليح قصاص روح جديد قال له حوش مليح كي ولا يحوش قال لهم طلعوا في العقبه قال له يطلع الحكم اي الحكم قال لي شي يقول قلت له نقول لك حاجه قال لي قلت والله وجدت روح رمجي نعم خاطر مسابوا لها طريق تاعنا الطريق تاعنا تاع الغابه هذيك دارت انا الطريق دارت انا الخدش هذا كي جاب قلنا منا ذيك العرعره هذيك واش كيما راه هذاك الحي هما احنا ثلاثه هما ثلاثه فان كانوا هما في الواد عيطوا قالوا مالي صنع قالوا وي قالوا افيك طوالي زيت طنيت كبتنا كذا كذا طاشيب قالوا طاشيب هذاك اللي في المدينه كان تلفت برا ولي قالوا ولا شي علينا وحنا رانا عنده حنا كان باقي له على زنات برك كان باغي يضربوا ما عندناش كي ندير خاطر من ورانا راه جيت فايت فوقنا العقبه جروب واحد اخر ولا شتا حنا ما نشوفوش بالحرفه يصير يضرب وهذاك خذات حسنا شما قعدنا في الوسط اخي العشيه اللي تو لقيت مع الجنود انا كي لقيت مع الجنود اللي جنات انا راك عارف بلي تقولنا الاخر ديروني عشات في الليل فات في النهار عشيت وفي الليل عشيت حوس علي هذاك الجندي ما صابنيش ما كانش لجنا في ذاك الوقت الله يسمح لها كانش تعترف بينا حنا يعني شي في يديت في هي ما رفضتش والمعركة هذه كي جبتت من هي من هي من المرجع من قرت هذاك المرجع غي يحسب به لي غير الواد العامر اللي هي كان انت ضرب هذاك وصل له وهذوك اللي قبضوا ذاك الفسيان اللي جاو رايبين في الحدوله هذوك ما قلبناهم غادي تلقاوهم منور غادي منور خضر فوق والنص نتاع الشرقه هذا اللي قلت لك عليه واحد يقولوا له موسى فيهم قريب هذا ولا قريب هذا موسى ما جابوش الصغار هذو معاه راه في تلس في الطريق تاع الشرشه لتحت كحتى ما جابوش معاه راه فهم يسكن هيا كي قلبناهم فما داروا معركه ثانية قعد المنور يضرب والجيش تاعو فايت فهم لواحد البلاصه احنا نقولوا لها مسرى فما دار فيهم حاله وكيلو احنا الغب ذاك صبنا الدم صبنا قطن الفاصمة كذا كي ما كانوا يشوالوا فيهم هيا ضربونا واحد الجندي طيحوا في الماء على كرش كي طاح طاح على كرش وطاح طاح بالمك على قاعدتك ما ربي يستر ما تجاوش هو مات بصح ما هما ما صابوش كي رجعنا نحوسوا الغدا من هذاك هاك عارف بلي انا تحوس تاع الجيش تحوس تاع الشعب وكل تفقت في بعض البعض صبناه ثم دفناه في البلاصه هذيك هذاك الشيء رقم هذا كان في المهم تفون واحد ضربته هنا فاني في واحد المهودين من ذيك كيما قلت لك من ذيك بلاصه تحدى فقد مرق الغطاء انا نعيط عليه رجع للعقبه خرجت عليه طيب ضربته بالنابالم حرقته من حتى اذا ما شفنا فيه حرقوا تفنا في واحد المطموره في المدينه كنا نهربوا نديروا الزرع برا في الخليه ونديروا كان خاطر ما تجيش تخليه الدار يحرقوها احنا يحرقوها الناس صباحا نقول شيء ونقعدوا هذه هي المعركة هكا ها شنو نقول لك بارك الله فيك.